محطاتنا هلا وننتقل لعن مارينا وفرقة العلامة. صباح الخير. صباح النور. اليوم بدنا ننجد الغراض. ايه كنا كل شيء بدنا ننجده اليوم. اليوم الشيف بلش ينجد الكبه. ايه شفتي عم بيظبط لها الديكور، عم يعملها مثل سبايدر ويب كانه بتصير. ما هيك شكلها. لا بدنا ننجد الكنبيات. لا ولا لا؟ لا لا بعد. في انت مان هلا بالسينما. إذا بتحب تحضروا. اليوم موضوعنا كثير موضوع، لأنه كلنا بالبيت عنا كنبيات وكلنا عنا قطع فرش يعني بنستعملها وبنحطها بطريقة حلوة، وفي ناس بيبقى عندهم قطع قديمة بتكون موجودة عندهم بدهم يرجعوا ينجدوها ويشوفوا أي قماشة بدهم يحطوا فيها، وفي ناس بتقول لك إنه هلا مش دارج إنه نعمل السيستم كيف نحطه مثل الشاسترفيلد كنبيات شاسترفيلد، أو مش دارج المودرات القديمة، بينما مش مزبوط، بينما هيدا الموضة في موضة بتضل مع الزمن بنضلنا نشوفها وتضلها تعجبنا ونقدر نستعملها لو كان بيتنا مودرن أو كان بيتنا كلاسيك، بتقدر تنحط لانه بتنمزج مع حيالها ديزاين عندنا اياه. وفي كنبات معينه يعني في قصص من 1900 بيستعملوا هذا الديزاين وبعدنا لهلا لليوم بنقدر بنحطها ببيوت وبنلاقيه ديزاين معاصر ومودرن، منه ديزاين انه هيدا بس كلاسيك او منها مريحه. اللي عملوا فيه انه هيدا الديزاين جددوه، يعني اشتغلوا بتقنيه التنجيد صارت افضل، الحشوه اللي بحطوها بقلبها كانوا قبل يستعملوا مثلا غير حشوه، هلا بتعرفي في عندنا دانلوب عندنا تتصير قعدتك مرتاحه اكثر. هنفرجي المشاهدين شويه هيك كاوتشز وكراسي هدول بيستعملوا بقلب البيت بس بذات الوقت انه موديل قديم بس مودرن. ايه بنشوف هون في هذا الكرسي اسمها 1919 يعني 1919 يعني من سنه 1919 بعدهم عم بيستعملوها وبعدها لليوم محافظه على الديزاين تبعها وعلى تقنيه التنجيد مع الظهر تبعها ولك الايد هيدا بسموها سيجار لونج. ايه يعني بتقعد في عندك المنفذه للسيجار وبتجي بكل الالوان، كانوا من زمان الوان الجلد بتعرفي محصور لونهم لانه عندك يعني ما كان فيها الصناعه الحديثه، ما كان يصبغوا كثير الجلد. ايه مزبوط، كان الالوان ما عرفت بيج اخضر غامق. هلا بتلاحظي في تعدد بالالوان وفيك تستعمليها بلون ازرق تنحط مثلا بصالون كثير مودرن بتستعملوا بعد. فينا نلغي بس ايد السيجار؟ فيك تلغيها اذا ما بدخن سيجار، بس انا بتعرف اكثر شيء عم بحطوها في ببيوت مثلا بيعزلوا للرجال على البلكون او بيعطوه سكشن انه بدك تدخن. هاي اكثر شيء كلهم عم بيقولوا انه كثير مريحه، يعني بتقعد عليها هيدا الكنبيه كثير كونفتبل القعده فيها. ونشوف في ديزاين تاني مثلا بطريقه تنجيد الكنبيه، هيدا معموله من الجلد، كيف عاملين درزه وحده بالنص، يعني بتطلع فيها بتعرف انه قعدتها حتكون مريحه لانه الحشوه تبعها هيك كونفتبل، يعني أيه. تقنيه التنجيد تبعها هيدا مختلفه، والكرسي والطاوله سوري لك انا والكنبيه بتجي عاليه عن الارض، انا مع هلا خصوصا بيوتنا صارت صغيره ما نحط الكنبيه تجي كلها لابده على الارض، لانه أيه. واحد عم بنقي لا سالون وام غير في قعده بتعذب واحد بالقعده، بصير بده يقعد ويقوم يعني كل ما يوقف بحس حاله انه غرقان بالكرسي. انا ما بحب كمان اللي بتعدي فيها وبتغرقي فيها، انا كان فضل تكون انه مريحه قعدتها، وبذات الوقت شفتي هون الاجرين عاليين بس تكون اجرين الكرسي العالي او اجرين حيلا ما قعد، يعني بيعطيكي وسع ومدى لانه بتقشعي شو في تحت الكنبيه، خصوصا انا بنصح باوضه القعده اذا حدا عم بيعمل الكون انه يجرب ما ينقل الكنبيه تكون دقه كلها بالارض او التنجيد مكمل لتحت، اول شيء بس تقعد عليها منها مريحه لانه اجريك انت بتضبيهم شوي لورا بصيروا عم يلبطوا بالاج. بذات الوقت بتضيق لك المساحة بالبيت، يعني واحد هو عم بيعمل شوي جاري بيفكر بهيدا النقطة بصير بتضيق لك خلقك بعدين. ايه كل شيء بضيق الخلق. يعني بنشوف هون في كنبية كثير موضوع معمولة كمان من جلد، إذا بتلاحظي هيدا الموديل وهيدا النوع الإجرين موديل كلاسيك، بس كيف استعملوا هيدا الجلد الموديل وطريقة التنجيد كيف حاطينهم هيك اللي بيجوا بهالطريقة مع الأج مع هيدا البريم الأبيض الجاي على الداير، بتحسيها مثل كأنه بوب آرت على مهضومة على مودرن، يعني بتنحط بصالون وبذات الوقت صارت مريحه اكثر. الكنبات اللي كانوا بهذا الديزاين القديم بتقعد ترجع بتنط عنا لانه ايه بتحسي هدول كانه للرولما سريع لانه بتحسسيها إيه. رقيقه قعدتها بس هو مريحه كثير. إيه. وقبل كانوا يحطوا الرستورات بتعرفي كانوا ينجدوا بطريقه الرستور، تحطي الرستور تقعدي يا تنطي بقلب الكرسي انت قاعده يا تدفشك لقدام، يعني في كنبات بتقعد تلاقي الظهر بدل ما ترتاحي دفشك انه صرت هون. لا اخذوا الديزاينات اللي لقوا مع مرور الزمن بعدهم محافظين على رونق معين ولوك ورجعوا استعملوهم بهذا الطريقه، وبنلاحظ في كثير مطاعم هلا بيستعملوا هدول الكنبات وهيدا الستيل وبحطوه بطريقه
مهضومه بتتماشى مع ديزاين، مش كله طاولات وكراسي. هلا صاروا دائما بحطوا بارت كاوتش وبارت كرسي. بارت كرسي يعني بصيروا بيعطوا الخيار للزبون. كان قبل تروح على المطعم صف كراسي، نقي شو بتحبي، بيصير لك 3-4 انتوا 6-12 بنجمعهم. هلا لا، بتقولي بدي اقعد على الكورنر اللي هون، بدي اقطع على زقني. اي احلى بكثير. صار في غير ستايل بالمطعم. بنشوف في كاوتش انا هيدا بحبها كثير، لانه استعملوا موديل تشسترفيد، هو موديل كثير كلاسيك، وعملوها بطريقه اكثر مودرن. يعني صارت كل الابهوسه، كل التنجيد على كل الزوايا، ومستعملوا من كانوا شيء بسموه المسمار، بحطوه لجوا تيشدوا الكنبايه بالقعده. وهيدي الكاوتش كثير مريحه، بس اخذوا موديل تشسترفيد بس عملوه مودرن اكثر. تشسترفيد كان الظهر اكثر شيء منجد، والقعده فيها كان مع الحشوه تبع الكستانين. هون صارت هيدا اكثر مودرن، بس بعده كله مستوحى من ديزاينات قديمه. يعني مثل الموضه الثياب، بتلاقي كل 10 سنين بيخطوا موديل قديم بيرجعوا بجددوه. بالفرش في قصص، في ديزاينات يعني ما بتموت مع مرور الزمن، بيرجعوا بتلاحظي في شركه جديده بتاخذهم ترجع بتجدد هذا الديزاين، هي ومحافظه على الستيل تبع الكنبايه بدون ما يتغير. وانا كل ما يكون في شيء تجنيد تنجيد يوم مش طبعا بيستعملوا الكابيتوني، بقول انا مع انه يستعمل بالجلد او بالفلور او شيء، مش انه حتى قماش، لانه القماش قد ما يكون حلو ما بيعطي قيمه الجلد بهيك قطع. صح، يعني بيعطي جلد، بتحسي اذا بتحطي كنبتين حد بعض، حتى وحده جلد وحده قماش بتفرق كثير. الجلد بيعطي كثير احلى، والجلد كاس حسب نوعيته كمان. يعني بتعرفي اذا واحد بده يجيب قطعه مميزه بده ينقي جلد فريكوير، هون صرنا قصه بيدجي، لان قد ما تقولي لي الفوكوير ما ممكن يعطي قيمته، لمعيته بتبين، إذا جبت جاكيت أنت جبتها تظهر فيها بتبين. صح. من لقطتها كيف هي وهي لا. هنا بنشوف الموديل الكنبية اللي تشستر فيدر، هي بعدها عم تنتج، بعدها عم تستعمل هلا حاليا، يا بتنحد بمكتب، يا بتنحد بسالون، يعني ما ممكن حدا لو هو ستيل كثير موديل يقول لك ما بحبها هالكنبية. صحيح. يعني فيك تستعمليها تحطي لون الأخضر الحلو، تحطي لون البوردو، يعني بتصير تغيري فيها، بتعطي في حدا عم يعملوا منها على الجينز، يعني صارت تعطيها هيك اللوك موديل. يعني فانكي شوي. يعني هون بتمشي بمكتب، وانا في مكاتب هلا عملتهم حاليا رجعنا استعملنا هيدي الكنبايه. يعني ما ممكن تعطي قيمتها لحدا، ولانها عاليه كمان كرستها. ايه يعني وحلوه وقعدها حلوه، بس شو بيشتغلين الظهر بكون واطي. يعني انت بتقعد يعني هيدا منا مريحه للتلفزيون اكيد، يعني قاعد على التلفزيون على تشستفيد بقى نص ظهره طاير. بينما انه بالصالون اذا قاعده شوي وقت انه قليل، مش وقت كثير كبير، انه بحسها يعني هيك ستيل كثير مهضوم، او بمكتب مثاليه مكتب يعني بتاعت حلو. حلو واحد يعمل هالمزيج، مش كل بيتنا يطلع مثل الجالوري جايبين كله بلانتي سيو وحاطينه، يعني مثل واحد بفوت. يعني حلو واحد تحط قطعه هيك مميزه، كاوتش مختلفه عن الثاني، يعني حلو هالمزيج، وحلو يحط لون واحد يعني مش معوده تشوفيه، بالعكس بتحط هيك قطعه فريده من نوعها بالبيت. بنشوف هون هيدا الكرسي اللي انا بلاقيها، هن كرستين عاده بينحطوا اثنين، بتعرفي اذا حطيتي كان كنبايه مثلا قماش بتحطي حد او قدامها هول الكرستين هيك مهضومين، بتقلبيهم مثل ما بدك بتغيريهم، لانه هلا صايرين نحن اذا عندنا صالونين مفتحهم على بعضهم. صح، كانوا من قبل هيدا صالون وهيدا صالون، هيدا للزوار هيدا ما بنستعمله، منه ما بنستعمله. انا بتذكر رحت على الناس عندهم صالون روميو وجولييت، قالت لي قاعد عليه 3 مرات 15 سنه، قلت لها يا عمي معقول بعده بطاقته يعني جديد؟ لانه ليه بنقعد بقوله القعده وهيدا الصالون، اجوا العالم بدنا نقعد جوا. ايه خلص هلا بقى اكيد هيدا الكونسيبت بتتغير. هن روميو وجولييت قاعدين جوا، روميو بعده هن العريس والعروس، يعني روميو وجولييت ما عم يقعدوا على الروميو، ما عم يقعدوا على الروميو وجولييت الصالون. ايه هيدا الصالون وقت اخذ كثير شهره، يعني عرفتي حاطينه بقى ما عم بيستخدموه، يعني هلا بتلاقي لانه منه مريح، بس كان شكله في الباترن تبعه. وانا بنشوف في كاوتش شيكسبير بيجي عليه هيدا، ايه بيجي بدق لك بتقعد عليه، بيجي الفيولون دغري، بيجي الفيولونيست بيقف حدك دغري مباشره. هيدا بيستعملوه اذا بدك تعمل شي بروبوز، بلاش قعدت على صالون روميو وجولييت وطلبت ايدها فيه دغري، وخلص من بعدها ما عادوا استعملوا. لا بنشوف هون في هيدا الكاوتش انا كمان بحبها، هي كمان مستوحاه من الديزاين تشسترفيد، بس مستعملين مثل الدان، يعني الدنم بيستعملوا جلد الدنم هيدا. واذا بتقعد عليها في ناس بقول لك انا جلد بسقع، او كيف كانك طالعه على السياره بتلاقي ساعه بتسقع ساعه بتشوبي، هيدا ما بتشوبي كان قد ولا بتسقع، كانه الدنم تاتش تبعه انعم وسوفت اكثر بس قاعده فيها. وفي كثير ناس مثلا هيدا من كاتيجوري جلد ومنه رخيص، يعني كمان يعتبر غالي اذا عم تشتري مثل الفاتر يعني شوي، ايه بيجي مثل الدون يعني بسموه الدنم، يعني بتقعدي قاعد بالسياره بحطوا لك منه بالنص، بيبقى نص القعده لانه كمان بحطوا لك جلد على الطرف، يعني هيدا بيستخدم ب
وبيعطي رونق هيك ولوك كتير حلو يعني. والتاتش تبعه ما في ناس بتقليك ما بحب التاتش كتير تبع الجلد بيزعجني، بحب انه بس دس حس حالي انه اكتر سوفت السيرفس يعني حسب كيف ايه ده اكيد بيعطي ايه كيف الناس بتحب يعني. في ناس بتنزعج اكيد، وحتى بالقماش يعني في قماش بتحسيه خشن يعني ما فيك تقعد عليه، في ناس بدي عندهم الرجي على هذا الموضوع لك شكلها حلو طب ما بدي اقعد عليها بدي نام كيف بقدر نام عليها. وانا خاصه بقول القعده يعني ما فيك تحطي حيلا نوع قماش، بدك تقعدي وترتاحي عليها وتكون تتصور تقدر تستعمليها بطريقه انه فيها ضحك يعني بتقعدي اكثر الوقت مش تخافي عليها يعني بيستعملوا بيحطوا مثل تريتمنت عليهم تقدري كمان تقدري تقعدي عليها. بنشوف هون كاوتش كمان كثير مهضومه، هيدا لون الكمل، هيدا لون انا بستعمله اكثر لون بعتبره باسبارتو يعني اذا واحد محتار شو بده يحط بصالونه بتمشي مع البوردو بتمشي مع البرج بتمشي مع الاسود مع الاخضر مع الرمادي يعني هيدا لون بيتماشى مع الكل وبذات الوقت عنده بيعطيك لوكس بيعطيك رقي لانه اللون كثير هيك فريد من نوعه. وهنا بفرجوك طريقة التنجيد كيف يعني كمان كيف مستوحية منجدين كل القعدة يعني هيدا كمان ستيل انه كمان بيعتبر كلاسيك بس معمول على تاتش مودرن اكثر، بتنحط قطعه واحده بسالون او اثنين بوش بعضهم او كنبيه مع كرستين قدامها فيك تبرميهم شمال يمين تقدر تحطيهم، يعني انا بحبهم هدول القطع لانهم مميزين. في كرسي هلا حتقطع بس تشوفيها هي بتبرم، هيدي معموله من جلده وحده كيف هيك شدينها كلها مع بعضها ومخيطه على الايد، جربوا يقلدوها اكيد بكذا شركه بيعملوا لك منها ديزاين سينه وهيك بس هي جميله بالنوع الجلد، بتعرفي الجلد وين ما بتقصيه هو بيعطيك اذا السيرفس تبعه مالسه ام لا، يعني اذا قصها من النص عن الطرف عن عن الصدر او كذا بيفرق بنوعيه الجلد كيف عم بتقصيه، هن بنقوا احسن نوعيه بالجلد وبيشتغلوا بيعملوا برودكشن لعدد معين، مش انه مثلا 400,000 كرسي لا بيعطوا في عدد معين بس دروب السنه كيف السيارات في سيارات كثير المرتبه بيصدروا عدد معين وسعرها كثير غالي بس هي انه عم بتجيب قطعه وحده يعني او مش قطعه مش انه كذا وحده عم بتعديها مش انه كنبه وحده وبتبرم اتسويفلز يعني وبالسيستم تبعها كيف محطوطه الباز يعني هي يعني كثير صعبه تتقلد وقد ايه جربوا يشتغلوا فيها لانه قد ما الماتيريال المستعمله فيها هي غاليه ايه. يعني مشان هيك صار يعني كيف عم تشتري جاكيت جلد غير انه عم تشتري اوقات ديزاينر بس المواد اللي مستعمله فيها الجلد بيخلي غالي صح. يعني واحد بس بده يعرف انه ليه الكنبيه هالقد سعرها في كثير عوامل بتاثر، طريقه تنجيدها، نوع الجلد المستعمل، الديزاين تبعه شو هو المعمول اللي بخليكي تعرفي انه هالقطعه صارت مكلفه اكثر من غيرها وكيف فينا نستعملها وين نقدر نحطها وكيف نحافظ على التكستشر تبعها. وهالكنبيه هيدي ظهرها عالي، انا بحبها ليه؟ لانه فيكي اوقات اذا محل بدك تعزلي اذا بمطعم بحطها اوقات اثنين باك تو باك ايه. بيقدر تعطي شوي برايفسي فاصل بيناتهم ايه. تخلقي فاصل. بتمنى اكون هيك اعطيت فكره شوي للمشاهدين انه يعرفوا شو ممكن يستعملوا بقلب بيتهم اذا كان بمطعم او حيالا محل عندهم اياه ويعرفوا انه التنجيد ويرجع هذا الابهوستري سيستم القديم ليك شو في يستعمل بطريقه مودرن يرجع يحطوه ببيتهم يرجع يستعملوه. اكيد هون اهم شيء هذا مثل هذا نوع من الابسايكلينج يعني بصير لاغراضهم اذا عندهم شيء من قبل وبدهم يرجعوا يحافظوا عليه بالبيت. شكرا كثير مريم، شكرا لك. نحن اكيد اكيد واكيد رح نتابع محطاتنا بعد لحظات مع تانيا وخلينا نحكي وكمان محطات مفصله مع الشيف فريد، خليكم معنا.